الصين تتغير وإيقاع كرة القدم يستقطب الناس في أكثر دول الأرض سكاناً. هناك طموحات تنافسية قوية هنا لتتكون أفضل فرق الكؤوس وأفضل فريق وطني في العالم. أحد الوجوه المألوفة يعيش ويعمل هنا منذ 3 سنوات، يصر على أنه لا يوجد حد لنمو هذه اللعبة وتطورها المتسارع. مؤخراً جن الموسم، الأسماء الأجنبية المشهورة لم تكن تهتم بالصين فعلياً إلا حينما يكبر بالسن أصحابها، أما الآن وهم في عز أدائهم فهم يهتمون بالصين. حينما بيع تشانغ سو لجروميرو من تشيلسي وفقد ليفربول الهداف البرازيلي أليكس تاشيرا في أوائل هذه السنة، أصبح أكبر ناد صيني في الإنفاق في العالم والدنيا تناظر. وكالة استقطاب اللاعبين المتميزين الصينية ستتبع الخطو. لدينا قول بأن نجاح كرة القدم في الصين يعتمد على قدرتنا في إغراء كريستيانو رونالدو وميسي باللعب لدينا. هنا في تيانمن شو تتركز القوة السياسية رغم أنها موقع أسود لحظات تاريخها. الرئيس شي جين بينغ وإذ هو يركز على مستقبل الصين يود أن تصبح البلاد زعيمة العالم في كرة القدم استضافة وفوزا بكأس العالم. لكن الرئيس الداعم للرياضة لديه دافع يتجاوز الرياضة، لديه طموح في تنويع الاقتصاد الصيني وأن يكون للصين نفوذ ثقافي أكبر. ساعتا سواقة شرقية بكين تقع بلدة تونغو الزراعية. هنا بدأت ملامح خطة الرئيس بالظهور، وهي موطن جين هاي هو المدرسة الابتدائية التي تتموضع في ظل الحرب الصينية الكبرى. الأطفال بسن 6 و7 يمثلون طلائع أول مدرسة لكرة القدم في الصين، والمدرسة تمثل أول رؤية واقعية للرئيس لمستقبل كرة القدم. الأمريكي غير المتوقع الذي يشق طريقا جديدا للجمهورية الصينية هو توم باير، الذي حقق نجاحات باهرة في اليابان وساهم في تطوير لعبة كرة القدم لديها. تم جذبه للدولة المجاورة والتنافسية ليقدم نتائج مماثلة. هناك عقبات ضخمة، ففي الماضي واجهت اللعبة اتهامات بالفساد، ووصف هذا من مراقبين بأن اللعبة أديرت بشكل فوضوي. لكن إذا كانت هناك دولة خبرت تصنيعاً ناجحاً فهي الصين. كل شيء يبدو في موقعه، لكن على الصينيين أن يتحلوا بالصبر، فلربما يقتضي النجاح جيلاً آخر قبل أن تشهد فوزاً بكأس العالم صنع في الصين.